بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم أنيس مروش من قناة الصديبية أنيس مروش. نكمل في دروس الوحدة الرابعة، تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن. Development of chemical sentence towards equilibrium. أوكي جماعة، قلنا الوحدة هذه مهمة بزاف، وفي الوحدة هذه كاين أجزاء دروس. أول جزء هو الأحماض والأسس والتوازن الكيميائي. جماعة الوحدة هذه راني مرتبها لكم في بلاي ليست في القناة، معناها تلقى الفيديو تعريف الحمض الأول، الفيديو الثاني تعريف الأساس. اليوم إن شاء الله ندخلوا في الثنائية حمض أساس. جماعة يتقرأ هكا حمض أساس، ولا بالفرنسية أسيد باز. فقط عذرا على المقاطعة، لايك للفيديو واشتراك القناة وفعل جرس الإشعار باه يوصلك أي فيديو نحطه سواء في الفيزياء ولا سواء في الإنجليزية. وموفقين. إذا رحنا في الفيديوهات اللي تعداو مرينا برقم واحد، وهو الحمض والأساس، أو بالتدقيق مفهوم الحمض والأساس. اليوم إن شاء الله اثنين، الثنائية حمض أساس أسيد باز، وقلت لكم نقراوها من اليسار إلى اليمين. ركز معايا نفهم نقطة بنقطة، النقص هو وتيرة الشرح حبة حبة، بس كاين تلاميذ مستواهم الضعيف لازم الشرح نقطة بنقطة. ركز معايا، لكل أساس حمض مرافق له، هو حمض مرافق له، عفوا لكل حمض أساس مرافق له. كل حمض يا جماعة عنده الأساس تاعو، وعملية عكسية، كل أساس عنده الحمض المرافق له. نعاود، إذا كان عندك حمض عنده الأساس تاعو، وإذا كان عندك الأساس عنده الحمض ويسمى الحمض المرافق. نعاود، الحمض عنده الأساس المرافق، والأساس عنده الحمض المرافق نتاعو. آخر مرة جماعة، شفتوا أي حمض عنده الأساس المرافق تاعو، وكل أساس كل باز عنده حمض المرافق تاعو، عملية عكسية فقط. جماعة فهمتوا علي النقطة هذه؟ ما تلاحظوش على الأمور اللي جي هذه، كان درك نشرحها وتوضح لكم الأمور وبتفهموا كلش. سي بون، اسمع مليحة. عندما يتخلى الحمض اش ا، واش يعرفنا الحمض المرة اللي تعدات؟ هو كل فرد كيميائي قادر مدى على التخلي او على فقدان اش بليس او البروتون الهيدروجيني. الحمض يا جماعة يتخلى عن اش، هذه مفروزه قليلا حتى تعدات. شفتيوا يا جماعه الحمض اش ا كي يتخلى عن بروتون هيدروجيني اش بليس يمد لك الاساس المرافق. اذا كيف نتحصل على الاساس المرافق؟ الحمض يا جماعه عرفنا الحصه اللي تعدات يفقد اش بليس. الحمض كي يفقد اش بليس، هاو الحمض اش ا فقد الاش بليس هاو حطيناها لهنا، يمد الاساس المرافق تاعو. ربما وصلت لكم الفكره. نعاود اسيدي، عندي الحمض اش ا عنده الاساس المرافق تاعو، كيفاش يجي يا جماعه؟ يخي شفنا الحصه اللي تعدات قلنا الحمض هو كل فرد كيميائي قادر على مدى فقدان بروتون هيدروجيني او اش بليس. ها الحمض ماذا؟ ها الحمض فقد اش بليس. كي يفقد الحمض اش بليس يشكل ماذا ينتج لنا؟ الاساس المرافق. اذا اش ا هو الحمض، و أ ناقص الأساس المرافق لشكون؟ للحمض هذا. سي بون، نعاود نقرا. عندما يتخلى الحمض أش أ على أش بليس، إذا عندما يتخلى الحمض أش أ عن أش بليس، يا جماعة هاني أممتو نخليكم في الفقرة، أممتو نترجمها لكم إلى معادلة باش تفهموا الجانب النظري والجانب تاع المعادلات. سي بون، إذا عندما يتخلى الحمض أش أ على اش بليس، بيسك الحمض هذا واش عرفناه يتخلى عن اش بليس، هذه او اكثر، هذه الخاصيه اللي يتميز بها لاسيد. سي بون، ويعطي ماذا؟ يعطي الاساس المرافق نتاعو ناقص وفق المعادله. نعاود لاخر مره، اتلاست الحمض اش ا كي يفقد لنا الاش بليس، بيسك هكا عرفنا الحمض المره اللي تعدات هو كل فرد كيميائي قادر على مدى على فقدان اش بليس، واش يمد لنا؟ الاساس المرافق له. ببساطة خلاص، واش تسميو هذا؟ الأساس المرافق لهذا الحمض. مفهوم؟ جيد. درك جماعة حكينا على الحمض، دول الأساس مسكين ما نعطيوش حقه؟ نعطيوه حقه، سير ركز معايا. وعندما يثبت أساس بي، إذا كيجي الأساس بي ويثبت العملية عكسية، الحمض يتخلى عن بروتون أش بليس، والأساس واش يدير؟ يجيب أش بليس، شفنا كيفاش؟ وعندما يثبت أو يكتسب نفس المصطلح، وعندما يثبت
اساس بي بروتون اش بليس، ما لا يجيب ليه البروتون اش بليس يعطي حمضه المرافق بي اش بليس وفق المعادله البسيطه. خلاص اذا ها جماعه نترجم واش كنت تهضر فيه الى معادله. اذا من خواص الاساس انه يكتسب بروتون هيدروجيني او اش بليس او اكثر. يا جماعه مش ديما تحفظوا لي اش بليس وحده، قادر كاين اسس ولا احماض تفقد وتكتسب اكثر من اش بليس وحده. سي بون، اذا ها هو ماذا الاساس يكتسب اش بليس. واش يمدلك يا جماعه؟ يمدلك بي اش بليس. بصيت اخرى لصقناها في بطن. هذا واش يسمى يا جماعه؟ الحمض المرافق للاساس بي. عمليه عكسيه ببساطه. خلاص نعاود، الحمض اش ا يطيش اش بليس، هذه خاصيه الحمض يفقد اش بليس. واش يمدلك؟ واش يمدلك الهين؟ يمدلك الاساس المرافق. عمليه عكسيه، اذا جا الاساس وجاب ليه اش بليس واش يمدلك؟ يمدلك الحمض المرافق له. الحمض يمدلك الاساس المرافق له، الاساس يمدلك الحمض المرافق. سي بون، في الاخر تاع الفيديو اللي ما فهمت زيد نعاود له. وجماعه عندكم خاصيه انكم تزيد تعاودوا الفيديو تفرجوه ببساطه. خلاص سي بون. ركز معايا جماعه، نرمز للحمض والاساس المرافق مع بعضهما. الحمض والاساس المرافق تاعو واش نسميهم؟ بثنائيه من الشكل اسيد باس. اذا يا جماعه الحمض اش ا والاساس المرافق تاعو نحطوهم حمض، الحمض هو الاول، ركزوا معايا الحمض هو الاول والاساس المرافق تاعو هذه واش تسمى؟ الثنائيه حمض اساس. ومن اهم الامور اللي لازم يعرفها التلميذ بيحل ماذا؟ يحل تمرين في هذه الوحده في البكالوريا ان شاء الله موفقين. سي بون، فوالا فهمنا عليه مفهوم ببساطه. خلاص اذا ركز معايا، اذا واش قلنا؟ الحمض اش ا يفقد اش بليس ويمدلك ا ناقص، هذاك يسمى الاساس المرافق له. الاساس بي يجيب اش بليس ويمدلك بي اش بليس، بي اش بليس هو الحمض المرافق للاساس. عمليه عكسيه. خلاص الحمض والاساس المرافق حطيناهم مع بعضاهم حمض اساس، نسميها واش؟ الثنائيه حمض اساس. فقط عذرا نجيب المساحه، ركز معايا باه نوضحوا الفكره اكثر للتلاميذ نتاعنا. نديروا امثله بسيطه. خلاص ركزوا معايا، نبداو باول ثنائيه مثلا، مثلا اش بي ار بي ار ناقص. مثال بسيط. خلاص جماعه دوك انت كيمدلك الثنائيه كيمنك، راك تعرف تحدد الحمض والاساس. علاش؟ خاطر قريتكم انا قلتكم الاول ديما هو الاسيد الحمض والثاني ديما هو الاساس. هاي طرح نديروا المعادله جماعه، هاي طرح اش بي ار، اذا هذا عباره عن حمض. واش يدير يا جماعه؟ يطيش الاش بليس، بيسك هدرت وكرهت ديما الحمض يطيش الاش بليس. هاو طيشها لهنا جماعه، كي نحينا له اش واش يبقى لنا جماعه؟ يبقى لنا البروم بي ار. سي بون، يبقى لنا البي ار. بصح باه نديروا الموازنه الشحنيه نحطوا ناقص هنا. علاش؟ ناقص مع الزايد زيرو، وهنا ما كان حتى شحنه صفر. سي بون، اذا ها هو الحمض وها هو الاساس المرافق له. نقدر نعكسوا المعادله وي ما عليك حتى مشكل. ها اذا ها هو الاساس، واش يدير؟ واش قلنا الاساس واش يدير؟ يكتسب بروتون هيدروجيني. كي يكتسب بروتون هيدروجيني ركز معايا واش يدير؟ اش بي ار يلصقوا مع بعضهم. تقول لي استاذ وراحت الشحن وديتيها زايد مع ناقص مدلنا زيرو. جماعه زايد واحد ناقص واحد زيرو. شفنا كيفاش جماعه ببساطه؟ خلاص نعاود الفكره، هاي الثنائيه كيمدلك الثنائيه دائما الاول هو الحمض والثاني دائما هو لاباز الاساس. ها نكتبوا المعادلات باش نوضحوا اكثر للتلميذ. اذا اش بي ار او يا جماعه او مش لازم ديما هذا اللي يجي الاولى. قادر نقول لك انا في التمرين اخويا قال سيدي نفاعل بي ار ناقص. تسمى شكون اللي تحط الاول في المعادله؟ بي ار ناقص. علاه؟ خاطر هو المتفاعل. عاود كي يعطيك في نص التمرين قال لك نفاعل البي ار ناقص مع كذا وكذا وكذا، شكون اللي تحط الاول في المعادله؟ تحط البي ار ناقص وبعد تحط هنا اش بي ار. بس كاين تلاميذ يحافظوا واش يقول لك؟ يقول لك ديما الحمض نحطوه الاول. لا يا جماعه، هاي الثنائيه كي مدها لك في البكالوريا مدها لك كيما هكا جماعه. انت تقرا تمرين قال نفاعل اش بي ار، قال نفاعل اش بي ار، تسمى اش بي ار هو اللي تحطه الاول. قال له فاعل البي ار ناقص تحط البي ار ناقص. نفترضوا يا جماعه قال نحطوا بي ار ناقص هو الاول. ها بي ار ناقص هو الاول. ها جماعه ونحط في الطرف الاخر اش بي ار ونوازن المعادله تاعي ببساطه. خلاص نحط بما ان هذا اساس واش يدير؟ يكتسب اش بليس. ها جماعه المعادله تاعك موازنه، اش بي ار اش بي ار ناقص مع زايد زيرو، وهنا زيرو ما كانش ناقص. نشوفوا مثال اكثر باش نوضحوا الفكره للتلاميذ. ايضا من الامثله المشهوره سي اش 3 اللي هو حمض الايثانويك
واساسه المرافق سي اش 3 سي او او نقص. سي بون كالعاده، هذا جماعه وشي الحمض وهذا وشي الاساس. اهدر في السؤال اسيدي ولا اهدر في التمرين، قال له فاعل حمض الايطانويك ذو الصيغه سي اش 3 سي او اش، تما شكون تحط الاول في المعادله؟ سي اش 3 سي او اش. لا يهم الحمض ولا الاساس، يهم شكون هدر في التمرين وقال الفاعل. قال الفاعل الحمض الايطانويك سما سي اش 3 سي او او اش، وديما وشي مدلك يعطي الاساس المرافق له، كرهنا منها ونهبطوا نهضروا فيها. جماعه مادام هذا حمض واش يدير قرينه؟ يفقد اش بليس، وهاك خدمتي المعادله تاعك ببساطه خلاص. هل هي موازنه؟ نعم موازنه بالتاكيد، عندك سي اش 3 سي او او اش، سي اش 3 سي او او اش، والناقص وزايد زيرو، وهنا شحنا زيرو، مفهوم علينا؟ مفهوم؟ زيد نشوفوا ميدان خلاف. ها ان اش 3 اللي هو الامونياك واساسه المرافق ماذا؟ اساسه المرافق ان اش 4 زايد كالعاده، واش هضر في التمرين؟ نفاعل الامونياك او ان اش او عفوا او النشادر نفس التسميه، او نفاعل النشادر ذو صيغه ان اش 3 مادام قالوا هو الاولى، تحطوا انت الاول. ها واش راح يمد؟ بالطبع راح مادام هذا الحمض راح يعطي الاساس تاعو المو، ماذا يعطينا الاساس تاعو؟ المرافق. فقط يا جماعه عفوا اخطات في ماذا؟ في الثنائيه ان اش 4 زائد تعطي لنا ان اش 3 عفوا، هذا هو الحمض عفوا اعتذر، وهذا هو الاساس. جماعه قال له فاعل ان اش 3، تسمى شكون تحط الاول؟ او مش مفروض تحط الاول الحمض، مادام جا الحمض هو الاول تحطه هو الاول، ما كاينش منها. نروح نقرا التمرين، قال له فاعل ان اش 3 مع كذا وكذا وكذا، تسمى شكون يحط الاول؟ ان اش 3 ببساطه خلاص. نفاعل ان اش 3 سي بون، واش يمد؟ يعطي الاساسي مدى الحمض المرافق، ولا الحمض يمد الاساسي المرافق قديمة. تحط انت اللي طلبوا منك ولا اللي قالك نفعلوه تحطه هو الاول، والحاجه اللي بقات في الثنائيه تحطها لهنا، معناها بتقلق روحك ني والو خلاص. سي بون مفهوم علينا؟ اذا هذا عباره ماذا؟ عباره عن اساس، واش يدير؟ ها ها حطينا اساس، ما واش يدير؟ يكتسب بروتون هيدروجيني اش بليس، وهاك وزنتي المعادله ببساطه خلاص. زيد نشوفوا يا جماعه ثنائيه خلاف، ايضا من الثنائيات المشهوره الاوكسونيوم والاش 2 او. اذا هذه يسموها شريدة الاوكسونيوم ولا الهيدرونيوم نفس التسمية، تعطي الماء اش 2 او. سي بون جماعة ديما ها هو الحمض وها هو الاساس، اسيدي قالكم نفاعل اش 3 او بليس، سما شكون تحط الاول؟ او قلتكم يا جماعة ما تروحوش تشوفوا سما هذا الاول هو اللي تحطوه الاول، لا نروح نقرا التمرين، نفاعل اش 3 او بليس مع كذا وكذا وكذا، سما شكون نحط الاول؟ نحط اش 3 او بليس هو الاول. ها هاي المعادلة ببساطة خلاص، إذا اش 3 او بليس هو الاول، واش يعطي يا جماعة؟ اساسه المرافق ببساطة خلاص. نوازن مادام جماعة هذا حمض واش يدير؟ يفقد اش بليس، كرهنا منها ونعطو نهضرو. نوازن نطلع المعادلة تاعنا اش 3 او بليس، وهنا هاي كاينة بليس بليس بليس، معناها متوازن، ماشي ديما تخرج تكون 0 0، ليسونسيال الشحال اللي هنا قد الشحال اللي هنا، بليس بليس هاي متوازنة. طلع نشوفو الاش قد عندي واحدة زوز ثلاثة، وهنا واحدة زوز ثلاثة، او قد هنا عندي واحدة وهنا واحدة، هاي متوازنة. إذا يا جماعة نكونوا هكذا يعني وصلنا، لماذا وصلنا لنهاية الحصة أو نهاية الفيديو؟ فقط ندير تذكير عام لكل مش درسنا في هذا الفيديو باه نفهموا التلاميذ أكثر. إذا تعرفنا على الثنائية حمض أساس، قلنا الحمض يا جماعة يفقد بروتون أش بليس أو يفقد أش بليس، يعطي له الأساس المرافق نتاعو، عملية عكسية. الأساس يكتسب بروتون أش بليس باه يعطي الحمض المرافق نتاعو. الحمض والاساس المرافق تاعو كيلموه مع بعضهم يمدونا الثنائيه حمض اساس ولا اسيد باز، وشفنا امثله واخر مثال طرقنا ليه اش 3 او بليس اش 2 او. لا يهم لازم ديما الحمض الاول، لا ما تحفظوليش كيما هكا خلاص غلطه هذه. يهم كي تروح تقرا نص التمرين تلقى وشي نفاعل اش 3 او بليس ولا نفاعل اش 2 او، لازم اللي هضره لك في التمرين وقال لك نفاعل اللي نفاعلوه هو تهزه من الثنائيه وتحطه. قال نفاعل اش 3 او بليس تهز اش 3 او بليس تحطه هو الاول، قال نفاعل اش 2 او تهز اش 2 او وتحطه هو الاول، ومن بعد واش الشيء اللي بقى كيما هنا؟ قال نفاعل اش 3 او بليس حطيت اش 3 او بليس، الشيء اللي بقى حطيته، ومن بعد انت تطبق. اذا كان هذا حمض ها يفقد اش بليس، اذا حطيتي الاساس الاول يكتسب اش بليس لهنا. على كيفاش نعرف بلي حمض اساس؟ هضرنا جماعه ديما هذا الحمض وديما هذا الاساس
تتقرا من اليسار الى اليمين. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي قدمناه اليوم. ان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى. ما تنساوش يا جماعه تتابعوا الدروس بالترتيب، راني مرتبها لكم في بلاي ليست، تدخل للشانل ومن بعد تروح للبلاي ليست تلقى وشي الاحماض والاسس الوحده الرابعه. واللي حاب يتطرق لفيديوهات الانجليزيه مشروح كلش باللغه العربيه ايضا يلقاها في قناتي. كان معكم انيس مروج من قناه صديق انيس مروج، والسلام عليكم. C'est bon.